حياكم الله. سواء كان الطائرة عراقية أو تابعة للتحالف الدولي، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بإجراء تحقيق فوري حول أسباب قصف قطعات عراقية في منطقة محررة منذ عدة أشهر. سليم الجبوري في الكويت، ومجلس الأمن الوطني يناقش توقيع تفاهمات أمنية مع عدد من الدول، والزراعة تحظر استيراد الدواجن خوفاً من تفشي إنفلونزا الطيور، ونزاعات العشائرية تحسن في العراق بالأسلحة الثقيلة. هذا وغيره بنيوز روم، ابقوا ويانا. القائد العام للقوات المسلحة يأمر بتحقيق فوري في قصف لكتائب جندي الإمام التابعة للحشد الشعبي في صلاح الدين. فندق سنجار يؤزم العلاقة بين كردستان وأطراف سياسية محلية. الزراعة تمنع استيراد الدواجن من 24 دولة تحسباً لإنفلونزا الطيور. الأسلحة الثقيلة وسيلة العشائر لحسم نزاعاتها في الجنوب. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لبحث الموازنات الاستثمارية للوزارات الأمنية وتوقيع مذكرات تفاهم أمنية مع عدد من الدول. وقال مكتب الإعلامي للعبادي في بيان أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة إدامة زخم الانتصارات المتحققة في الرمادي وإعادة مساحات واسعة من الأراضي، والتأكيد على الاستمرار لتحرير كل بقعة من أرض الوطن. والحديث عن هذا الموضوع ينضم هنا في الاستوديو الدكتور سعد الحديث المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا بك. اهميه هذا دائما يصير تركيز يمكن عابر على هذا الاجتماع، اجتماع الامن الوطني، لكن شنو اهميته يجي بهاي اللحظه؟ وشنو أهم ما نوقش؟ يعني بعدين راح تحدث عن تداعياته بالمستقبل، تداعيات القرارات. في الحقيقة الاجتماعات التي تعقد المجلس الوزاري الأمن الوطني تضم وزراء الأمنيين وأيضا وزراء مهمين في الحكومة العراقية كوزارة النفط والمالية والتخطيط والكهرباء ربما حسب طبيعة الملف الذي يناقش، وبحضور يعني قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلد، وتناقش في ملفات عديدة تهم هذه الوزارات وهذه الجهات. لكن الاجتماع الأخير ركز على ثلاث قضايا. القضية الأولى هي ما تحقق من اتفاقات وتفاهمات في قضايا التعاون الأمني والعسكري والاستخباري مع دول العالم، ومتابعة مقررات الاجتماعات السابقة وما تم تنفيذه منها، وأيضا دراسة الميزانية الاستثمارية للوزارات الأمنية في هذه المرحلة. طيب بس اسمح لي دكتور، ثاني يعني أريد أركز على قضية الميزانية الاستثمارية. هي وزارات أمنية، شو أقصد بها بميزانية استثمارية؟ يعني طبيعة حال هنالك قضايا متعلقة بعمل هذه الوزارات فيما يتعلق بتوسيع بناها التحتية، منشآت التابعة لها. يعني وزارة الدفاع مثلا تحتاج كثير من المنشآت لإدامة عملها و تحقيق أداء أفضل، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية، هنالك منشآت وهنالك مباني وهنالك معسكرات وهنالك على الاستثمار. يتعرف الاستثمار يأخذ لفترة تطويرية وتالي يرجع، لكن هي مؤسسات أمنية، ولهذا يعني ممكن هسه نتحدث عن حقول نفطية، عن جولات ممكن تعطى استثمار، بعدين راح نرجع ناخذ هاي الحقول ترجع العراق بعد التطوير، لكن كمؤسسات وبنايات أمنية لها خصوصية، ولهذا أنا أكدت على الموازات الاستثمارية للوزارات الأمنية. هو كل مشروع كبير يعني يدخل في إطار تنمية الوزارة معينة أو جهة معينة يعد مشروعا استثماريا، بالنتيجة يعود بالنفع على البلد من خلال هذه الجهة أو الوزارة التي نفذته أو تابعت تنفيذه. الاجتماع ناقش قضية البقاء التركي بالعراق كتوغل اللي يعني لحدث فترة، صار فترة حادث مشكلة.
يعني حقيقة الموقف الحكومة العراقية تم التأكيد عليه في هذا الاجتماع أنه العراق ما يزال يؤكد أنه لا سبيل لحل المشكلة إلا بانسحاب هذه القوات التي دخلت الأراضي العراقية بدون إذن الحكومة العراقية، وأيضا التأكيد على أنه إجراءات العراق بهذا الصدد مستمرة في مجلس الأمن، والعراق لديه كل الخيارات القانونية للدفاع عن سيادته، ولا حقيقة بديل عن هذا الأمر. وكل ما يقال من قبل الجانب التركي عن إعادة انتشار أو سحب جزئي في الحقيقة لا يلبي طلب الحكومة العراقية، وأيضا هو يتنافى مع القانون الدولي ومع مبادئ حسن الجوار، ولهذا الحكومة العراقية مصرة على موقفها بهذا الصدد. وفق السياق الدبلوماسي، الإجراءات الحكومية، التحرك الحكومي، المدة اللي باقين بها الأتراك طبيعية؟ يعني بعد كل هذا التحرك صار أكثر من شهر ونص مناشدات وكلام، وصلنا إلى شهرين بهذه الفترة دون إيجاد سبل. حوالي شهر، يعني هو القوات دخلت في الثالث من شهر كانون الأول الماضي بالضبط. جيد، شهر وثمان أيام تسعة أيام. لكن بيتحدث عن هاي الفترة طبيعية. بالعكس قمنا نشوف الجانب التركي جابه كل هاي الأمور بصلابة وصلافة، ويعني ما ممكن حتى بدأوا بالفترة الأخيرة كل وسائل الإعلام الدولية تحدث عن إنه ما يشاع من قبل الجانب التركي من قصف لداعش للقوات التركية هي لإيجاد عذر لبقائها. وفي الحقيقة يعني هذا الحديث عن اشتباك حصل بين القوة التركية الموجودة في معسكر زديقان في بالقرب من بعشيقة في شمال الموصل وقوات تنظيم داعش الإرهابي لا أساس له من الصحة، لا يوجد هكذا اشتباك. بالتالي تحدثنا إنه إذا هي جدية حتى يقول مبرر للبقاء، تعبوا من قضية المواجهة المباشرة مع الحكومة العراقية. أنا يعني هذا الكلام كله يمكن لا يهمني ولا يهم الناس، يهمني شو وقت يطلعون. يعني هو حقيقة تغير الذرائع أو الأسباب التي تقدمها الحكومة التركية من خلال سياسيها بين أونة وأخرى يؤكد ضعف حجة الجانب التركي، ولهذا ولا لا يركز على ذريعة واحدة. مرة يقول جئنا للتدريب، مرة ثانية يقول القوة التي دخلت لحماية القوة التدريب التي تم استبدالها وسوف تغادر، مرة ثالثة يقول جئنا لمقاتلة تنظيم داعش، علما أن تنظيم داعش يتواجد مباشرة على الحدود التركية السورية ويمكن لتركيا أن تقاتل هناك بدل أن تتوغل أكثر 100 كيلو متر داخل الأراضي العراقية، مرة يقول جئنا المشاركة بتحرير نينوى. في الحقيقة هذا التغيير المستمر يظهر ضعف حجة الجانب التركي وعدم وجود ذريعة وحجة قانونية أو منطقية لدخول هذه القوات للأراضي العراقية، وهذا هو في الحقيقة أساس قوة الموقف للحكومة العراقية. نحن يعني لدينا قناعة كاملة أنه القانون الدولي يقف إلى جانبنا، أنه المجتمع الدولي يقف إلى جانبنا، وبالتالي حركتنا في هذا المسار كانت حركة إيجابية من خلال الجامعة العربية التي تبنت موقف العراق بصورة كاملة، وحتى تبنت طرح الموقف العراقي أو المطالبة العراقية بسحب القوات التركية من الأراضي العراقية داخل مجلس الأمن، وكلفت العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة الموضوع بصورة آنية. اجتماع وزراء أمنيين، الاجتماع ناقش هذا التوغل، ناقشوا أو ممكن يوصل نتيجة البرد العسكري؟ حقيقة نحن يعني نتبع خيارات يعني متلاحقة تدرجية وتصاعدية، هذا الأمر هو الذي تلجأ إليه غالبية الدول. طيب. نحن لدينا خيارات قانونية يكفي لها القانون الدولي للدفاع عن السيادة العراقية من خلال أولا يعني مطالبة الجانب التركي، وبعد أن استنفذنا جهودنا مع الجانب التركي بدون استجابة لجأنا إلى المنظمات الدولية والإقليمية كالجامعة العربية ومجلس الأمن. في حال عدم حصول موقف إيجابي وجاد من قبل مجلس الأمن، وهذا في الحقيقة ما لا نتوقع له، أنه في الحقيقة هناك إشارات إيجابية ورسائل مشجعة عديدة بهذا الصدد أرسلت لنا، وبالتالي نحن نتوقع موقفا إيجابيا من قبل مجلس الأمن. أيضا لدينا خيارات أخرى قانونية، خيارات سياسية اقتصادية دبلوماسية كفلها القانون طيب الدولي. دكتور خليني أستفاد من وجودك وأشوف صحة أكون تصريح حسب الجانب الآخر، هذا ما يخص التوغل التركي. قضية الإصلاحات، حضرتك عندك تصريح أنه الحكومة مستعدة أنه تطلق إصلاحات جديدة؟ يعني هو عندك هذا التصريح يعني حتى نبني عليه؟ لا، إذا فيما يتعلق بتفصيل أو جزئية معينة ليس لدي تصريح بهذا الصدد، لكن الحقيقة برنامج الحكومة الإصلاحي مستمر. طيب. ونحن قلنا منذ البداية أنه لا يتوقع أن أحد أنه عملية الإصلاح سوف تتم وتنقضي خلال يعني أشهر هو تكميلي، لكن حزمة إصلاحات جديدة ماكو فيما يتعلق بجانب تفصيلي معين لا يوجد حتى الآن، لكن هناك برنامج كامل للإصلاح أطلق في شهر آب أغسطس الماضي، وهنالك يعني إجراءات تتم لتنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل، يعني فيما يتعلق باللجان التي تتابع أداء الوزارات، فيما يتعلق باللجان التي تقيم الكوادر العليا في مؤسسات الدولة، هذا الأمر مستمر ولا يمكن أن يتوقف. بصراحة بعد خطبة المرجعية الجمعة الماضية وقالت ما لحد الآن ما تحققت إصلاحات، هذا دافع للحكومة لإجراء إصلاحات بقوة بعد أكثر التحرك على الإصلاحات، لو هي يعني
محبطة لعزيمة الحكومة بهذا التوجه بصراحة؟ أولا خطبة المرجعية يعني دعت السلطات الثلاث وكل الأجهزة ومؤسسات الدولة إلى تسريع وتيرة الإصلاح. وأنا أتحدث بحضرتك باعتبارك تحدث باسم السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هي جزء أساسي بالتأكيد من هذه السلطات الموجودة، ونحن في الحقيقة ملتزمون بهذا الأمر. يعني الذي حدث خلال الفترة السابقة أن هنالك برنامج الإصلاح تم تنفيذ جزء كبير منه. نعم هناك بعض الفقرات، لكن هذه الفقرات تحتاج إلى تعاون. يعني لا يمكن للحكومة لوحدها كسلطة تنفيذية أن تقوم بكل هذه الأمور. هنالك قضايا تتعلق بجوانب تشريعية، هناك قضايا تتعلق بأداء السلطة القضائية، هناك قضايا تتعلق بأداء الهيئات المستقلة كهيئة النزاهة. كل هذه الأمور في الحقيقة تكمل جهد الحكومة، بالإضافة إلى تعاون القوى السياسية. يعني إذا كانت هناك بعض القوى السياسية تحاول أن تعرقل أو تعطل هذه الجهود، بالتأكيد هذا سوف ينعكس سلبا على وتيرة هذه الإصلاحات. قضية التعاون السياسي بكل التشكيلات بكل الألوان مع الحكومة أمر ضروري جدا، وهذا ما أكده الدكتور العبادي منذ الأيام الأولى لإطلاق الإصلاحات. قال نحن نتطلع إلى دعم ومساندة السلطات الثلاث ودعم أيضا القوى السياسية المختلفة، لأنه بدون تضافر الجهود في هذا المسار سوف تتلكأ العجلة، عجلة الإصلاح، وسوف تكون هنالك في الحقيقة جهود حثيثة لتجاوز أخطاء الماضي. بدون تعاون هذه القوى سوف تكون العملية متلكئة، وهذا ما حصل بكل أسف حقيقة من خلال بعض الجوانب. هي هاي المشكلة. بالتالي الحديث من يدور على إصلاحات يتحدث بالدرجة الأولى عن الفساد، عن محاربة الفساد، لحد ما وصلنا الخطوات مرجوة بهذا الجانب. من اللي يعرقل؟ يعني أكيد عملية محاربة ما تراكم خلال 12 عاما وأصلاحه لا يمكن أن تدخل خلال أسابيع. هسا احنا قلنا صرنا قدام صورتي، إذا سمحت لي دكتور، أكو معرقل لو نحتاج إلى مزيد من الوقت؟ ماكو معرقلات ماشيين بصورة طبيعية؟ كلا الأمرين. أولاً هناك معرقلين بالتأكيد، هناك قوى وأطراف مرتبطة بالفساد تحاول وشخصيات تحاول قدر الإمكان أن تعرقل أداء الحكومة وبرنامج الإصلاحي، لأن مصالحها تضررت، وبالتالي يعني رؤيتها تتعارض تماماً مع الإصلاح، وبقائها واستمرارها يتم من خلال عدم نجاح الإصلاح. هذا جانب، لكن جانب الآخر أيضاً كما قلنا إصلاحات ما تراكم خلال 12 عاماً وربما حتى قبل هذا التاريخ لا يمكن أن تتم خلال 12 أسبوعاً، والمواطن لا يمكن أن يلمس أثر الإصلاحات خلال فترة قليلة. بالتأكيد العملية تحتاج جهود مضنية، تحتاج صبر ومطاولة. ملف شائك ومعقد، وهي حرب بمعنى الكلمة، الحرب ضد الفساد لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب، وبالتالي متوقع أن تكون هنالك يعني معاناة طويلة، جهود مثمرة في هذا الصدد، لكن بالتأكيد هذا الأمر سوف يحتاج إلى أشهر ولا يمكن أن يحدث خلال أسابيع. طيب اسمح لي أن أشكرك الدكتور سعد الحديث المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، حياك الله. شكرا لكم. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي يزور الكويت حاليا خلال لقائه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر صباح حرص العراق على تنسيق وتوحيد المواقف مع الدول العربية، وثمن الجبوري مواقف دولة الكويت المشرف تجاه العراق والدور الكبير الذي تطلع به خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، موضحا أن العراق بأمس الحاجة اليوم لدعم أشقائه في ضوء التحديات التي يواجهها. أفاد مصدر ملاح عراقي بأن باخرة تجارية إيرانية كانت تحمل شحنة من مواد البناء المصدرة إلى إحدى دول الخليج غرقت عند مدخل شط العرب بسبب تحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية. وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام محلية أن سفينة تجارية إيرانية تدعى فردين غرقت قرب منطقة رأس البيش عند مدخل شط العرب لدى مرورها على خط المنتصف الفاصل بين المياه العراقية والإيرانية. أعلنت وزارة التجارة عن إجراءات إدارية جديدة بتعيين عدد من المعاونين مدراء العامين في الشركات والدوائر وفق مبدأ النزاهة والحرص والكفاءة والمهنية، ومن الموظفين الذين يمتلكون الخبرات في مجال العمل لتلك الشركات والدوائر. رئيس الوزراء يأمر بتحقيق عاجل في قصف من الجو على قطاعات الحشد الشعبي في صلاح الدين. أزمة الخندق حول سنجار تتفاقم حول مستقبل المناطق المحررة وعائديتها الإدارية. قال قائم مقام قضاء سنجار الكردي محمد خليل أن قوات البيشمركة التي حررت سنجار وتدافع عنها هي التي تقرر مصير المنطقة،
وأفاد خليل بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الألمانية أن القوة الحقيقية الموجودة في سنجار هي قوة البيشمركة الذين حرروا وما زالوا يدافعون عنها، وقال إننا على علم واطلاع تام بأن هناك محاولات جدية لتشكيل ميليشيات للحشد الشعبي في مدينة سنجار على حد وصفه. وأضاف خليل: لكننا لا نسمح بتاتا لأحد أن يقرر مصير المنطقة غير البيشمركة، وأن قوات البيشمركة بدأت بحفر خنادق وسوف تستمر في الحفر وتوسيع حدود هذه الخنادق في سنجارة. وتعليقا على هذا الموضوع، شدد رئيس كتلة بدر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم العرجي على ضرورة الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها، ورفض ما أسماه سياسة الأمر الواقع، مبينا أن الحدود المثبتة هي الخط الأزرق لسنة 2003 والمادة 140 هي السبيل لذلك. ولفت إلى أن من يقاتلون من أجل مصالح ضيقة سوف لن يفلحوا أبدا، وكان إقليم كردستان قد أقام بعض الخنادق على حدود المناطق المتنازع عليها بحجة دفع خطر داعش الإرهابي. قال أحمد الأسدي الناطق باسم قيادة القوات الحشد الشعبي أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بتحقيق فوري في قصف طائرات تجمع لقطعات كتاب جد الإمام التابعة للحشد الشعبي في منطقة محررة منذ حزيران الماضي، وهي منطقة محاذية لتكريت في صلاح الدين. اتصلت بالسيد رئيس الوزراء وكان قد أخذ علما من العمليات المشتركة، وأبلغني بأنه فتح تحقيقا أو أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث لمعرفة الأسباب وكيف يمكن أن توجه طائرة عراقية كانت أو غير عراقية لتنفيذ عملية عسكرية في أرض لا نميز فيها بين العدو من الصديق، وكيف يمكن أن ينفذ هكذا هجوم في منطقة حررت منذ أكثر من 3 أشهر وهي محاذية لقاعدة سبايكر والتي يعرف الجميع أنها حررت أو حميت من وصول داعش إليها من قبل أبطال جند الإمام منذ حزيران من عام 2014. بدوره أعلن عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي كريم النوري أن الحشد ما يزال ينتظر نتائج التحقيق بحادثة القصف الجوي على عناصره في قرية السلام بمحافظة صلاح الدين، ودعا التحالف الدولي إلى المزيد من التنسيق مع الحكومة والحشد الشعبي. وقد قال نصير النوري المتحدث باسم الدفاع وزارة الدفاع أن قصف القطعات العراقية التابعة للحشد الشعبي في سبايكر كان بواسطة طائرة عراقية مسيرة وعن طريق الخطأ. والحديث عن كل ما تقدم من مواضيع ينضم معي هنا في الاستوديو السيد كريم النوري عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي. حياك الله سيد كريم. حياكم الله استاذ هارون. نبدي به بالسرى لو خلينا نبدي به قضيه القصف الجوي. قضيه القصف الجوي هسه تحولنا الى طائره عراقيه مسيره. من يقول؟ انت تقول. لا ننتظر نتائج التحقيق فوري. الان التحقيق شو نتائجه؟ ننتظر التحقيق، نحن لا نتحقق نستبق النتائج. يعني بس اذا سمحت لي انه ما متاكدين بعد تصريح وزاره الدفاع من قالوا طائره عراقيه مسيره. لا التحقيق انتج له لا تصريح وزاره الدفاع بس احنا نتحدى عن التحقيق. بالتالي انا اوصل النتيجه اوليه انه قالوا طائره عراقيه مسيره حتى يمتصون غضبكم. احسنت، وهذا سؤال خطير طبعا بصراحه. نحن نريد تحقيق شفاف وعاجل وليس كالتحقيقات السابقه. هو اذا اقول لك ايش حصلتوا من التحقيقات السابقه يعني جسر الائمه وغيرها تسويف. هسه ما راح ارجع لسنوات، اكو حوادث قصف صارت قريب. احسنت. شنو نتائجها؟ طبعا هذا لم يكن الحادث الاخير ولا الاول، وحقيقه تكرر طبعا تكرار الخطا يعطي انطباعات خطيره. والا بصراحه اقول لك، اولا نحن عندما نريد التحقيق الفوري ليس استهدافا لأحد مهما كان، سواء الدفاع أو التحالف الدولي، هذا أولا. ثانيا هي طائرة مسيرة، إحنا ما نمتلك طائرات تحمل 5 صواريخ، أكو طائرات استطلاع مسيرة، هاي واحدة. هذا طبعا علامة استفهام. القضية الأخرى حقيقة نحن الآن لا نريد أن نستبق نتائج التحقيق ونبدأ بالاتهامات، ونريد حقيقة كشف الحقائق. زي سيد كريم بس إذا سمحت لي، حسب تصريح السيد الأسدي يقول كيف منطقة محررة صارها 3 أشهر، ويرجع يقول منطقة ما تميز بيها بين داعش قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، بالتالي هي منطقة تماس بين داعش والقوات الأمنية. لا منطقة مفتوحة عفوا، هي جنوب غرب
سمعت التصريح؟ أنا سمعت وأنا حاضر على أساسه؟ لأن المنطقة حاضر فيها. طبعا البرج موجود في سبايكر، جنوب غرب سبايكر، منطقة يسمونها قرية السلام. كان داعش يستغله ويتقدم، تقدموا الأبطال مسكوها. لكن المشكلة الآن بغض النظر عن التحقيق، هسه نفترض ماكو تحقيق، لكن أولا هذا يؤكد القدر المهم أنه غياب التنسيق بين قوى ثلاث. أولا قيادة يعني القوات البرية والقوات الجوية وكذا القوات الجوية وكذلك قوات التحالف. يجب أن يكون هناك أهداف مسبقة. أكو قيادات العمليات المشتركة. لا شو صار حدث؟ يعني يفترض هناك تنسيق أهداف تحدد من قبل القيادة البرية إلى القيادة الجوية، تحدد أهداف مسبقة ومعلومة. أما تأتي بها الطريقة إحنا شنو عندنا شغال يعني خان شغال يعني كارثة. هساني خليني ما أكون متفائل وخليني أفسر الموضوع بسوداوية أكثر. من قلت لي القرية كان يستخدموها داعش سابقا، هساني ممكن أقول سطرنا عليها زين ما يخالف، بس بعد هذا القصف هي محاولة فتح ثغرة لداعش. ما أدري خليني أقول هيك. لا إحنا ما حفظ، أنا ما أريد أتكلم بلغة نظرة المؤامرة، نتكلم بالواقع ولا أتكلم بالتحليلات. طبعا نحن بالحجز الشعبي حقيقة نتحدث بمعلومات ملموسة، أما نتكلم بالتحليلات والاتهامات والمؤامرة هذا ما أتكلم. لكن هناك غياب تنسيق واضح. نحن نريد أن لا يتكرر الحدث عندما حقيقة نتعامل القضية، وإلا ثلاث قوى كيف تبدأ طائرة بهذه الطريقة؟ أنتوا السبب، أنتوا الكحش الشعبي، أنتوا السبب بالبداية ما رتوا التحالف الدولي ما وصلتوا النتيجة. لا عندنا لا عفوا هسه هي طائرة، أولا إحنا ثبتنا هي طائرة محسوبة على التحالف الدولي، ثانيا من يقول أن لدينا طائرات مسيرة تحمل صواريخ؟ هسه أنت تتحدث عن تنسيق وأنا قلت لك أنتوا مرادين البداية تحدث عن تنسيق. لا عفوا، أولا قيادة القوى الجوية والبرية يجب أن يكون هناك تنسيق واضح مع التحالف، وإلا بعد أحسن فوضى. كم قضية حصلت؟ يعني فرقة 17 ضربوا مجموعة منها، تذكروا قبل فترة وقبلها. إحنا نتمنى بصراحة من خلال قناتكم لو هسه التحالف يضربوننا ضربة بعمد بس وحدة ويسكتون أحسن من الخطأ. تكرار خطأ مشكلة، يعني أنت خطأ هاي مشكلة، وإلا نيران صديقة إلى متى؟ بالنتيجة حقيقة نحن نريد هسه معروف، إذا سمحت لي سيد كريم، معروف أنه المعركة يصير بها أخطاء. اعتبرتوا العدد يتجاوز تكراره؟ طبعا تكرار الخطا مع هذه التقنيه الموجوده هذا يعطي انطباعات خطيره. انا لا اتكلم حقيقه بلغه الاتهامات، انا اذا اكون يعني كلامي مسؤول، ولذلك نحن بانتظار النتائج السريعه. على الاقل لا يتكرر ما حصل في سبايكر وما قبل سبايكر. تتكرر يعني استاذ هارون هذه القضية خطيرة، لذلك أنت يجب أن يكون تنسيق. أولاً أين الرصد الجوي؟ على مستوى الأرض يجب أن يكون أهداف محددة، يعني طائرة عندما تجي مسيرة تحمل صواريخ أو طيار يجب أن يكون أهداف محددة. من حدد من أكدت أنه هي منطقة محررة، بالتالي تتوصلون أو تقولوا لهم أنه ماكو داعي تطير الطيارات فوقها أو طيارات تجري عمليات فوق هاي المنطقة؟ لا عفواً، إحنا إذا كل طائرة تطير وتضربنا هنا راح يصير مشكله. لا انا خليني اكد على قضيه انه هي منطقه محرره. انت تقول منطقه محرره يعني من حزيران، والمنطقه حره انه قريبه الى سبايكر، لكن بالتاكيد وجود الشباب هناك من الحج الشعبي لمنع دخول سيارات مفخخه، لان المكان جزيره مفتوحه واللاين هم موجود، لذلك نحن حقيقه نتواجد لمنع الخطر. اما يتكرر، والمشكله المؤسف ان هناك عشرات السيارات لم تستهدف سواء من الطائره المسيره حامل الصواريخ او غيرها، فلماذا يستهدف هؤلاء أبناء الحج الشعبي من جد الإمام؟ يعني يفترض أبدا ما تريدون تفكرون بنظرية المؤامرة. يعني لا أقول يضربون طارة. تكون صريح وياي. أنت تقول ما إذا فكرنا بنظرية المؤامرة. هسه هاي أساس نظرية المؤامرة، ليش ما رحت ضربت السيارات المفخخة؟ ليش ضربت ذولي بالخطأ؟ لا هذا طبعا تساؤل مشروع يطرح، لكن حقيقة لهذه اللحظة نتمنى أن يكون هناك حقيقة نتائج سريعة، والنتائج السريعة لا تجري ضد أحد، حتى نمنع تكرار ما حصل. حتى لا تحاول تسوء أظن، المشكلة الآن بعد حتى ضربات الخطأ لا تعمل على الخطأ يعني إذا تكررت. ولذلك حقيقة من أجل أن تكون هناك عمليات مستمرة يجب أن يكون تحقيق يعني شفاف، ليس كالتحقيقات السابقة التي عشناها. زين حسنت رجعتوا للواجهة بهاي القضية، قضية ضرب الطائرة. نعم، وابتسامتك يمكن فهمت السؤال مالتي، وينكم صاركم أشهر بالفعل؟ بعدوكم بعد معركة الرمادي بعدوكم؟ لا احنا حاضرين. لم يحقق الجيش والشرطة أي هدف دون مشاركة الحج الشعبي، ونحن أيضا لا يمكن
أن نحرر منطقة دون اعتماد على الجيش والشرطة. هاي معادلة ثلاثية، ولذلك يخطأ من يقول أنكم بعيدون عن الميدان. صدقني الذي حتى الرمادي الذي أحكم الأطباق وشل حركة داعش هو الحج الشعبي، واسأل الجيش والشرطة لذلك. جاءت فترة بعدوكم قال لكم كل فصائلكم هو يا الحرر على بيجي. لا وقال لكم روحوا على بيجي. مو بقينا ماسكين الأرض، من ماسك ظهر الجيش من شر حركة داعش لأطباق هاي الجزيرة 10,000 كيلومتر إلى ناظم التقسيم إلى يعني إلى جسر ياباني إلى القرمح. اجتماعاتكم والأخبار اللي عندكم راح يخلوكم تبتعدون أكثر من بيجي، تقدمون أكثر. من يحاول إبعاد الحج الشعبي يقرب داعش، هاي حقيقة لا نقاش فيها. هاي حقيقة ورسالة وصلت لهم إياها، سمعوكم هسه. نعم. الحقيقة شو تقول؟ راح تخلوكم تتقدمون بعد أكثر؟ سنتقدم عندما نجد هناك ضرورة أمنية، ولكن لن نسمح لداعش أن يتمدد في منطقة نتواجد فيها. أيوه. ولم نترك الجيش والشرطة لوحدهم حقيقة تحت ضربات سيادة مفخخة. ما تحدثنا عن قضية التوجه بعد أكثر شمال، سمعت التصريح للسيد محمد خليل اللي هو قام مقام سنجار، قال من يمسك الأرض هو اللي عليه المنطقة. بالتالي هسه انتم هاي المناطق لكم حسب تصريحه. يعني هاي فوضى، وبصراحة أقول لك الآن نحن لا نتراجع عن ما حصل بعد 2003، مناطق متنازع عليها. والغريب أستاذ هارون اليوم بدل المناطق المتنازع عليهم بدل رح نبدأ بقضية ثانية، الخنادق المتنازع عليها، إنه راح نناقش هذا الخندق من وهذا الخندق، هاي كارثة. ثم ما نريد إحنا حقيقة قضية الأمر الواقع، يعني نأخذ منطقة وحسبها لي صير كارثة. هسه أفرض إحنا بدينا الآن مناطق قريبة الأربيل والحشد أبعد داعش منها، شو نقول لها الأربيل؟ هاي إنه عيب هالطريقة، يعني طريقة التخادم والتناغم مع داعش كارثة. لذلك ننصح الجميع بعدم التعويل على داعش، وقد يكون هناك تنسيق. هسه افرض داعش نسق اوي الاخوة يا ابرع ننسحب والمدنيين هو هذا اللي اسألك بيه. انت تقول اكو تناغم بين البيشمرق وبين داعش؟ لا، اقول من يعول على انسحاب داعش ومسك الارض واعتبار الاقليم هذا تناغم وتخادم. ولذلك نخشى ونحذر من ان الدواعش المحليين سوف يلبسون ويؤهلون لباس التحرير أو الحج الوطني، ثم تبدأ مؤامرة على الموصل. لا نسمح، الموصل العراقية والترسيم الحدود الإدارية يجب أن يكون ما ألف يمكن هالسوية ويا سنجار إذا سمحت لي. سنجار ماكو خطوط تماس بين البيشمرقة وبين داعش، لكن بمناطق اللي بالشرق اللي هي بكركوك وغيرها المناطق يمكن أكو، ممكن يكون إذا بنى الخندق بهاي الطريقة وتواجدهم ترجع المشاكل بعد اللي صار طوس خرماته؟ لا يعني هي تعال أقول لك بصراحة هي مو يعني الخنادق اللي هي تخلق الأزمات، الخنادق النفسية. عندما تكون هناك خنادق نفسية، خنادق بالوعي بالعقل، هي راح تخلق التقسيم والأزمات. لذلك نحن ننصح الجميع بأن لا تتحول أزمة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 إلى مناطق ما بعد داعش 2014، هاي خطورة. زين أنتوا هادئ هسه قمتوا تنصحون قبل شو تهددون؟ لا إحنا ما نهدد. أول نهدد داعش، نعم، ومن يقف مع داعش طبعا يهدد، لكن أقول لك بصراحة أرجو أن لا تحول الآن عندنا مشكلة جديدة من المناطق إلى الخنادق. بس صارت واقع هسه بعد كلامهم والتأكيد القيادة الكردية أن الخنادق صارت واقع. وبعدين شو راح نتناقش ان شاء الله على الخنادق هذه المهادن. اخي هذا التقسيم خطير. اول احنا متفقين، انا اسمح لي قبل ما اختم ويمكن راح نرجع نتكلم عن معركه الخندق بينكم وبين اسمح لي نشكرك السيد كريم النوري عضو هيئه الرأي في الحج الشعبي. حياك الله. شكرا لك. خوفاً من إنفلونزا الطيور، حظر استيراد الدواجن من 24 دولة. النزاعات العشائرية تحسم بالأسلحة الثقيلة، والقلق يعم المحافظات الجنوبية جراءها. أعلنت إدارة ناحية حاج عمران إعادة فتح المعبر الدولي الرئيس بين إقليم كردستان والجانب الإيراني بعد 9 أيام من إغلاقه بسبب تساقط الثلوج الكثيفة التي تساقطت خلالها. حذرت وزارة الموارد المائية أهالي صلاح الدين الساكنين بمحاذاة نهر دجلة من مخاطر ارتفاع مناسيب النهر واحتمال الفيضان، وجاء ذلك في بيان للوزارة صدر أخيرا ومحذرا من ارتفاع مناسيب المياه
في فترة ذوبان الثلوج المقبلة. أعلنت الحكومة العراقية حظر استيراد منتجات الطيور الحية والمجمدة من 24 دولة من بينها مصر وليبيا والصين وجنوب أفريقيا. فرضت الحكومة الشهر الماضي قيودا على واردات الدواجن من فرنسا حيث أعلن عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور. وذكرت الحكومة في بيان لها أنها حظرت استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور فضلا عن البيض التفقيس والمائدة والريش وجميع المنتجات التي تستخدم الدواجن أو منتجاتها. للحديث عن هذا الموضوع انضم معي هنا في الاستوديو الدكتور مهدي ضمد القيسي الوكيل الفني لوزارة الزراعة. حياك الله دكتور. الله يسلمك. خلينا نتحدث عن بشكل موسع عن هذا الموضوع حتى أيضا المواطن يأخذ حذره بشكل أكبر. الإنفلونزا هي هاي اللي تصيب الطيور موسمية، ممكن نتحدث عنها أو شنو الأجواء اللي رافقت هذا القرار؟ نعم، شكرا جزيلا. بالتأكيد هذه الإنفلونزا هي لها ظروفها اللي تظهر بها. طيب. ولكل بلد إلى خصوصيته. فلاحظ بعض البلدان بها دائمية، كان يكون الصين وفيتنام وكوريا، كثير من البلدان دائمية. هاي تحتاج مراقبة أكثر من عندكم؟ هذه تحتاج هي بالتأكيد. إحنا شلون نمنع؟ يعني أساس المنع وين يجي؟ يجي عندنا دائرة البيطرة اللي هي دائرة المعنية بصحة الحيوان. طيب. هذه تراقب موقع الـOIE منظمة الصحة الحيوانية العالمية، وهذا الموقع هو ينشر باستمرار ويحدث البيانات اللي موجودة بها الدول بها إنفلونزا الطيور هذه. فبالتأكيد عندما تحدث حالة في دولة معينة راح تعلن أنه موجود عندها هذه الحالة الوبائية. حالما تعلن هذه الحالة الوبائية ودائرة البيطرة تخاطب الوزارة، احنا نخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نطلب منع لاستيراد الطيور ومنتجاتها. أكو يكون دور تمر بدور فحص هنا قبل ما تدخل العراق؟ لا، بالتأكيد تدخل، بس قصدي البلد اللي يعلن به انه موجود إنفلونزا الطيور في هذا الموقع الرسمي موقع الأوائي نهائياً ما نسمح بدخول. جيد، نسبياً هذا الرقم نتحدث عن 24 دولة. نعم. مرتفع بهالفترة، يعني ليش حدث عن موسمين؟ يمكن هذا يكون موسم. نعم هذا مرتفع، وبالتأكيد هذا قابل للزيادة والنقصان. تعتمد على الدول شلون تتخلص من هذا الوباء مالته. أضرب لك مثل، يعني حدث في دول الجوار في إيران وفي تركيا. نلاحظ أنه إيران سرعت في إجراءاتها للقضاء على هذا الوباء أسرع من تركيا، لكن بالنتيجة اثنيناتهم خلصوا من عنده، والآن استيرادات من تركيا ومن إيران يعني سليمة وما عندنا إشكالية بها. إذن المنع مثل ما قلت يعتمد على الحالة اللي تعلنها البلد، وفي موقع الأوائي موقع المنظمة الدولية للصحة الحيوانية بالتأكيد. طيب. وأيضا رفع الحظر أو رفع المنع يعتمد على إجراءات هذه الدول لتلافي هذه الحالة. طيب، بس هذا اللي راح يدفعني، ممكن سؤال يدفعني إلى قضية أكبر. لا. لكن جد نسبة استيرادنا، نتحدث عن استيراد هي النسبة الأكبر على اعتماد على ما ينتج داخليا من لحم وبيض بالنسبة للدواجن. نعم. شنو النسبة؟ والله نقولها للأسف لحد الآن هي نسبة منخفضة لكن متصاعد في تصاعد. طيب. والسبب كما تعلمون يعني صناعة الدواجن عموما سواء كان البيض أو اللحم تعرضت إلى هزات و تقلبات بالسوق، لكن الآن عودت الوزارة نشاطها وإجراءاتنا بدعم الدواجن مستمرة. آخر إجراء إنه كنا ما نعتمد بس على الذرة الصفراء، وإنما استوردنا فول الصويا كدعم لعلاقة الدواجن، وهذا شجع الوزارة بهذا الخلل الاقتصادي التقشف. والله بنتحدث إذا سمحت لي دكتور. نعم. بنتحدث عن إنه أغلب مفاصل الوزارة هي مدعومة. نعم، بالتأكيد الميزانية التقشفية هذه تأثر على وزارة الزراعة وعلى القطاع الزراعي عموما. طيب. بصورة سلبية، وأكثر تأثرا من القطاعات باعتقادنا القطاع الزراعي، لأنه القطاع الزراعي يتعامل مع كائن حي، هذا الكائن حي يحتاج إلى احتياجاته اليومية، إن لم نكن أنه يعني يومية والموسمية، لأنه كثير من النشاطات وأغلب النشاطات هذه مالتنا اللي خاصة في القطاع في الجزء النباتي أو النشاط النباتي تحتاج إلى مواسم زراعية، وهذه المواسم الزراعية تحتاج إلى أسمدة، تحتاج إلى مكافحة، تحتاج إلى مكملة. قضية عودة مناطق مهمة، نتحدث عن المناطق الشمالية. نعم. بها من أهم المناطق اللي ممكن تزرع بها المحاصيل الاستراتيجية، بالتالي تأخر عودتها إلى السيطرة العراقية أثر على
كل المنتج العراقي. أكيد، وبالدرجة الأساسية إذا نحكي على المحاصيل الاستراتيجية، الحنطة والشعير نينوى عندما سيطر عليها داعش بالتأكيد تأثرت هذه. دخلنا بالموسم الزراعي الثالث يا خالد. بس يعني في النقطة مضيئة أنه تحررت هذه المناطق، جزء من مناطق نينوى، ودخلناها بالخطة للموسم الزراعي الحالي الشتوي، فهذه بارقة أمل وإن شاء الله تتحرر نينوى بالكامل وترجع لنا، لأنه النينوى هي المحافظة المعروفة على مستوى العراق بالحنطة والشعير. طيب دكتور، من تحدثت مع حضرتك على قضية نسبة الإنتاج بالنسبة للدواجن، بيضها، اللحوم، اليوم احنا نمر بحالة تدهور بالنسبة لسعر برميل النفط. من نتحدث عن بدائل، رأس الأنظار تتوجه لوزارة الزراعة كمحاولة لإيجاد بديل. الوزارة قادرة على أن مو تكون بديل، ما رح نقدر نقول بديل، لكن كمساعد قوي للميزانية العراقية بالمنتج الزراعي. أستاذ هارون، تعرف أنه البلد هو زراعي وهويته زراعية ومقومات النهوض بالقطاع الزراعي موجودة، لكن القطاع الزراعي يحتاج إلى رأس مال، فالرأس مال بقناعتنا أن يدخل الاستثمار إلى القطاع الزراعي اللي يكون هو ساند وهو المحرك للعملية الإنتاجية. لذلك إحنا معولين على الاستثمار هو اللي يدخل لنا، وبالمناسبة يعني كل عملية إنتاجية هي بيد القطاع الخاص. من هو القطاع الخاص؟ هو شريحة الفلاحين والمزارعين والمستثمرين. وزارة الزراعة ليست لديها حقول، سواء كان حقول للثروة الحيوانية أو حقول زراعية بالجانب النباتي حتى تسوى عملية إنتاجية، وإنما دورنا إحنا. لا لا، قانوننا لا يجيز لنا، القانون مالتنا يعني يعني اذا سال حضرتك عن المعرقلات تحدثت انه القانون لا لا، القانون مالنا انه مهامنا هي البحث العلمي، الارشاد الزراعي وتقديم الخدمات، وهذه مهام كبيره. ما تشوفها مفارقه انه يمنع بينما اكو دائره كامله بالوزاره هي دائره الاستثمارات؟ لا، دائره الاستثمارات هي عملية، يعني عندنا الخارطة الاستثمارية وعندنا الفرص الاستثمارية، فهذه مهيئة للقطاع الخاص أن يتقدم ليستثمر هذه الفرص الموجودة. فلذلك العملية الإنتاجية يعني إحنا مو هذه نشاز، وإنما هي هذه صلب عملنا. وتلاحظ أنه كثير من بلدان العالم حتى البلدان المتطورة ما تشوف الدولة هي اللي تدير العملية الإنتاجية، وإنما القطاع الخاص على ما هي أشخاص أو شركات هي اللي تدير العملية الزراعية. يعني مع وجود كل هذا، تفضل دكتور. نعم، أنا أتمنى أنه مو نذهب بس على الحقول فقط، وإنما تؤسس شركات متخصصة للتسويق، للمكننة، لعمليات التصنيع الزراعي، فكل هذه الأمور يفترض أن يكون القطاع الخاص هو اللي يديرها. نحن موجهون إلى القطاع الخاص من حيث مشاكل، نحل المشاكل، ننقل ونوطن التكنولوجيا. على سبيل المثال أنه تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، من اللي دخلها للبلد؟ دخلتها وزارة الزراعة، نشرت هذه التقنية عن طريق الإرشاد الزراعي، والآن القطاع الخاص هو متبني هذه العملية، يعني مربي الثروة السمكية اللي هم متخصصين بهذا العمل. بالتالي هذه مهامنا كلش مهمة، يعني أرجو أنه لن باوح بمنظور ضيق، هو هذا اللي تحدث عنه دكتور، كبير جدا. يعني اللي يطلع يقول لازم الجهات الزراعية وزارة الزراعة وكل المعنيين ياخذ دورها، وما راح مشخص انه مثلا حتى تحدث عن اعضاء مجلس النواب، وما راح مشخص انه اكو خلل بالتشريع خاص به، خليه يروح يعدله بعدين يجي طالب كل هذا من وزاره الزراعه. نعم، انا اعتقد باعتقادي انه دائما ننظر الى العمليه الانتاجيه، العمليه الانتاجيه بيد الفلاح والمزارع، بيد المستثمر، احنا اللي نوجه القطاع الخاص بهذا الاتجاه. يعني على سبيل المثال بذور الحنطه، بذور الرتب العليا، من الذي ينتجها؟ اللي ينتجها وزاره الزراعه عن طريق المؤسسة البحثية اللي عندنا، دائرة البحوث الزراعية، نكثرها ونوزعها إلى الفلاحين والمزارعين بأسعار مدعومة. إذن هذه مهام كبيرة بالنسبة لنا. من الذي يستصلح يعني قضية مكافحة التصحر؟ من اللي يقوم بها؟ يقوم بها وزارة الزراعة. هذا جانب التهيئة للفلاح، فهذه إحنا نهيئ ونأهل البنى المناسبة للعملية الإنتاجية. فمو بالضرورة أنه وزارتنا تكون هي اللي مسؤولة عن عملية إنتاجية، سواء كان يعني من كلام حضرتك دكتور أنه أي حديث يعني يمس أنه يجب أن تأخذ الزراعة دورها برفض الميزانية العراقية، رفض الاقتصاد العراقي، الحديث ما يمس بالذات الوزارة الزراعة ومو بالمين يمس الوزارة. لا لا، مو الوزارة هي اللي توجه القطاع وهي اللي تخطط. أقصد أنه العمل مشترك. فالعمل مشترك. زين، هسه أريد أضرب لك مثل، يعني من إنتاج الحنطة
زاد عندنا كمًا ونوعًا. من اللي قام به؟ قامت به الوزارة. كيف قامت به الوزارة؟ أسست إلى البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق، أسست إلى برنامج إكثار بذور الرتب العليا، وأسست إلى منظومات الري بالرش واللي هي نعطيها مدعومة الفلاح. كل هذه العوامل مجتمعة هي اللي تطلع لي الإنتاج. فمو بالضرورة، أريد أقول لك يعني مو بالضرورة أن تكون الحقول بيدنا، وإنما إحنا موجهين للقطاع بالتطور والنمو اللي يخدم الاقتصاد الزراعي ويخدم الأمن الغذائي للمواطن العراقي. طيب أكيد راح يكون حديث أكثر عن هذا الموضوع. اسمح لي أشكرك دكتور مهدي ضم القيس الوكيل الفني لوزارة الزراعة. حياك الله دكتور. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. تسلم. صرح عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة الفضيلة نشأة المنصوري بأن شيوخ عشائر المحافظة استنجدوا بالقوات الأمنية للقبض على المتسببين بالنزاعات العشائرية في البصرة والتي استخدمت فيها أسلحة ممنوعة التداول وقضى في هذه النزاعات عدد من المواطنين فضلا عن تهديدها الخطير لأمن المحافظة. في ميسان تصاعدت أخيرا ظاهرة استخدام السلاح الثقيل للنزاعات العشائرية مما حدا بمسؤولي المحافظة إلى اتخاذ جملة تدابير للحد من هذه الظاهرة. الحكومة المحلية في ميسان إجراءات أمنية صارمة ستطبق قريبا للحد من النزاعات العشائرية بعد أن تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية وبتنفيذ قيادة شرطة المحافظة، تهدف للحد من استخدام السلاح في النزاعات العشائرية وإطلاق النار في المناسبات المختلفة. اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية للمقصرين، وتم تقسيم المحافظة بإعداد خطة جديدة لتقسيم المحافظة لعدة قواطع يترأس أو يكون على كل قاطع آمر ويساعده مدير القسم، وإذا حدث خلل أو خرق أمني ضمن القاطع تشكل لجنة تحقيقية لتحديد المقصر واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشكل، وإذا استمرت هذه الخروقات أو هذه الأعمال الغير منضبطة سيتم مناقلة مديريات الشرطة ما بين وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى. للأسف بدأت تتمادى هذه القضية بشكل كبير بالمحافظة، ورغم أنه منح بالقانون الرسمي لكن للأسف أنه ماكو. الآن أكو إجراءات محلية لربما أنه جاي توقفها كحكومة محلية. أول شيء خصصت المحافظة كقواطع، يعني قواطع كل قاطع عليها مسؤول أمني من الشرطة المحلية والأفواج اللي موجودة. الإجراءات لابد أنه تتخذ كحكومية وتعطى إلى مديرية شرطة ثم إلى اللجنة الأمنية العليا اللي هي رأس برأس السيد المحافظ. وإذا لم تكن أكو إجراءات بهذه القضية أعتقد يكون هناك جانب تحقيقي في هذا الموضوع. الإجراءات الأخيرة جاءت بعد انتشار النزاعات العشائرية خلال الأشهر الماضية، وكان من الصعب تدخل الشرطة بسبب استخدام الأول لأسلحة تفوق أسلحة الأجهزة الأمنية، وكذلك التهرب من المسؤولية القانونية كون أغلب القضايا تحل عشائريا دون تدخل الحكومة. احنا ضد القاتل، ضد المجرم اللي يسوي جريمة ننفيه من العشيرة، نذبه بسند عشائري وما نوقف له من كافة العشائر. أما احنا مع الدولة، مع القانون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجبنا إصلاح ذات البين وفض النزاعات العشائرية. نشد على القوى الأمنية على عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الدينية والنزاعات العشائرية، لأن كفانا نزاعات زهقا للدماء. فيجب على رؤساء العشائر وسادات القوم أن يكونون يدا واحدة من أجل القضاء على هذه الظاهرة المهينة. هناك كثير من القضايا أضعفت وأخلت بمهام الشرطة العراقية اللي هي النزاعات العشائرية، إطلاق العيارات النارية. بالفترة الأخيرة أنه حدثت لربما حالات عديدة من بعض الخروقات الأمنية اللي ترتبط بأمن المواطن الميساني. تلك الإجراءات ما أن تطبق ستتبعها إجراءات قضائية تعزز دور الأجهزة الأمنية، فيما تنتظر عدد من القضايا المركونة مصيرها في الحسم بعد القبض على الجناة وحصولهم على الأحكام القضائية الرادعة. شكرا الكرام، الحديث عن هذا الموضوع وتداعياته انضم معي عبر الهاتف النائب علي الصافي عضو لجنة العشائر البرلمانية. مساء الخير سيادة النائب. سيد علي المعرف تسمعني؟ طيب، هذا الموضوع بدأ يأخذ تداعيات أكبر، بدأ من البصرة بشكل واضح، وهسه هذا كان تقريرنا واضح من ميسان. بالتالي شو وقت راح نخلص من هاي الظاهرة؟ تحتاج إلى تصرفات العشائر، تحتاج إلى تهذيب من اللي ممكن يوقف بوجه العشيرة حتى تلتزم بالأمن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. حياك الله. في الوقت الذي سجل فيه أبناء قواتنا المسلحة الواصلة الشرطة الاتحادية لحشد الشعب الأبطال وأبناء العشائر وصلاة أروع ملاحم البطولة في الدفاع عن أرض الوطن وإلحاق أقصى المزاعم بعصابات داعش الإجرامية التي استقرت أرض العراق. نحن مجتمع عشائري حقيقة، والعشائر اليوم هي صمام الأمان والركيزة الأساسية من ركائز مجتمعنا. العشائر اليوم هي مفاتيح الخير ومعاليق بالشكل كما هو معلوم، وكيف العشيرة اليوم هو قائد في المجتمع. والعشائر العراقية لها دور كبير وخاصة في موضوع أطفال السكان وحل النزاعات العشائرية. حقيقة ما يحدث اليوم هو شيء مؤسف. نحن اليوم عدونا واضح هو عصابات داعش الإجرامية يتعرض لأشهر تجمع إرهابية ضد هذه العصابات تهدد كل العراق. نحن اليوم في مركز واحد اسمه العراق والواجب الوطني والأخلاق والشرع، يدعونا جميعا للحفاظ على هذا المركز وسط هذه الأمواج المتلاطمة. طيب سيادة النائب، إذا سمحت لي، أنتم كلجنة عشائر برلمانية كيف ممكن تساعدون الجهات التنفيذية إذا كان بالمحافظات أو بالعاصمة حتى ممكن تلقى حد لكل هاي المشاكل اللي تصير؟ طبعا اليوم اللي يحدث كما قلت شيء مؤسف حقيقة. كان زيارة قبل 3 أيام محافظة البصرة، أنا شخصيا زرت محافظة البصرة والتقيت بعدد من الشيوخ من الشيخ رشاش الإمارة الشيخ حماتي واللي متدخلين أساسا بهذا الموضوع. طبعا احنا ندعو اليوم، هذا الموضوع يحتاج إلى تدخل من الجميع، تدخل من القوات الأمنية وعشائر البصرة تحديدا لحل هذه النزاعات. لأن يعني البصرة اليوم هي رئاسة العراق، البصرة اليوم هي تعتبر من المحافظات العراقية المهمة اللي يحتمد عليها اقتصاد العراق بنسبة 95%، أيضا على وقت البصرة. وأي رباط في البصرة حقيقة لا يلبس وضع البصرة فقط، وإنما يلبس الوضع في العراق. طيب سيد علي، اذا سمحت لي، يعني بسبب ضيق الوقت اكيد الموضوع يحتاج الى كلام اكثر، اسمح لي نشكرك النائب علي الصافي عضو لجنه العشائر البرلماني بهذا الموضوع. حلقتنا لهاليوم انتهت، عندنا حلقه تتجدد يوم غد. دمتم في رعايه الله.